الجمود الرئاسي داخل البرلمان بين أسماء لا تملك حظوظ والنائب ميشيل معوض الذي لم ينجح في استقطاب كل شرائح المعارضة لم يدفع رئيس تيار المرد سليمان فرنجي إلى إخراج ترشيحه إلى العلن، لكن فرنجي أعلن صراحة أن لا مانع لديه من تكرار تجربة جدة بسلوك طريق قصر بعبدة عبر 65 صوتا، وهذا الأمر بحاجة إلى دورتين متتاليتين تحافظان على نصاب 86 نائبا. اليوم جدي أنا عمل رئيس بالنص زائد واحد. رئيس حزب القوات سمير جعجع بحال ترشحه يملك أصوات كتلة الجمهورية القوية أي 19 صوتا، أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فلديه أيضا 17 صوتا مسيحيا من دون احتساب النائب السني محمد يحيى، ومن الممكن أن يحصل على صوتين إضافيين رئيس حزب التشناك النائب أجاب باكرادونيان والنائب أجاب تاريزيان، وذلك بعد فصل النائب جورج بوشيكيان من الحزب ليصبح المجموع 19 صوتا، بالتالي تعادل بين باسيل وجعجع على الصعيد المسيحي. لكن المفاجأة تكمن في اقتراب رئيس تيار المرد سليمان فرنجي من أكبر كتلتين مسيحيتين في البرلمان، فيحكى عن تأمين 15 صوتا مسيحيا لرئاسة فرنجي. سليمان فرنجي بالأعداد اليوم ينطلق عنده كتلته أربعة، في بين ميشيل موسى بين بن سجي عطية بين إذا التشناك اعتبرناهم بخياراتهم السياسية كانوا عم بيكونوا أقرب للثنائي من تيار الوطن الحر مثل ما شفنا قبل، صرنا تقريبا بتسع نواب. تيكمل ال 65 بدك وليد جنبلاط بجو في اثنين أو ثلاثة مسيحيين ممكن يكونوا عم بيكونوا حدا بكتلته ونائبين قراب من الجو، فبساعتها بتصير عم تحكي تقريبا حدود ال 14 ل 15 نائب. ما حدا بينفي انه في تباينات داخل التيار، بس لهلا ولا نائب من النواب الحزبيين بالتيار الوطني الحر بيطلع بيقولها لا علنا ولا حتى بالسر، يعني ما بقول لك اقله لا ليه، ما حدا منهم مأكد لهي المعلومه انه اي والله انا بنتخب سليمان فرنجي. إضافة إلى الأصوات المسيحية وبحسب التقديرات فإن فرنجي قد يحصل على 54 صوتا من النواب المسلمين، 27 نائبا شيعيا، 19 نائبا من السنة وهم من حلفاء الثنائي الشيعي إضافة إلى كتلة الاعتدال، 6 نواب دروز من كتلة اللقاء الديمقراطي، نائبان علويان، لترسو التقديرات على 69 صوتا لفرنجي. ريم حمدان، قناة الجديد.